وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية بلندن. أستاذ مصطفى صباح الخير، ونحن في اليوم الثالث والأخير في هذا المشهد الانتخابي المشرف، واليوم هو إجازة بالطبع أسبوعية في لندن. صف لي نسبة التصويت والإقبال على مقر الانتخابية. صباح الخير على التلفزيون المصري وعلى كل شعب مصر العظيم. النهارده اخر يوم في العمليه الانتخابيه، احنا بقالنا يومين الجو ما كانش مساعدنا وبعد المسافات برضه مش مساعدنا، انما الحمد لله في اقبال من الناس، يعني بيدل على مدى حبهم للوطن وعلى مدى استعدادهم ان هم يسافروا مسافات طويله عشان يجوا باصواتهم. انا بكلم حضرتك من امام السفاره المصريه دلوقتي ومع زمايلي اللي هم مشتركين معانا في التطوع للعمل في العمليه الانتخابيه. الحمد لله امبارح الاقبال كان كويس، وكنا بنشوف ناس كبار سن واطفال، وطبعا الاطفال ما بينتخبوش انما جايين مع عائلاتهم، فدي حاجه جميله. والسيدات سيدات مصر العظماء هنا قايمين بدور جميل جدا، والشباب المصري برضو. انما احنا طبعا بنتمنى من الهيئه العليا للانتخابات انها تنوع في الانتخاب، عن مقصور على السفاره المصريه في سنترال لندن، فدي طبعا بعيده جدا عن ناس كتير. يكون عندنا انتخاب الكتروني او بريدي او ببعثات تروح المناطق البعيده دي، لان حجم وجود الجاليه المصريه في بريطانيا كبير جدا، انما عدد الناس اللي بتنتخب ما بيظهرش الحجم دون عشان الصعوبات اللي بنواجهها في الاجلاء بالاصوات. ولكن رغم هذه الصعوبات يعني هناك تواجد وكثافه الان في السفاره المصريه بلندن؟ احنا لسه فاتحين الابواب حالا، وطبعا سعدنا جدا بوجود ناس كبار السن في اول وقت كده، وان شاء الله النهارده على فكره ما بنقول يوم اجازه، الناس الموجودين ما هماش موظفين كلهم بياخدوا اجازات، انما اغلب الناس الموجودين في لندن اعمال ومحلات وكده، انما الحمد لله برضو الناس بتتوافد وبتيجي. امبارح الاقبال كان جميل، شفنا ناس جايين من مسافات 600 كيلو بعيد، وشفنا ناس من الجنوب من 500 كيلو بعيد، وناس جايين بعربياتهم، وناس جايبين ناس معاهم في عربياتهم يعني بيقدموا تطوعي، وناس جايين بالمواصلات العامه، فالحقيقه بيضربوا نموذج للوطنيه وحب الوطن وان هم موجودين وبيدلوا باصواتهم. فريق العمل اللي اشترك في العمليه الانتخابيه عمل عظيم جدا في الاعداد ليها ونشر الوعي وعمل فيديوهات توعيه والاتصال بالناس، فالحقيقه فريق العمل عمل مجهود جامد جدا، وكلهم متواجدين في مبنى السفاره وقدام السفاره لتنظيم الناس سواء اثناء الزحام او ان هم يقدموا لهم مشروبات او حاجات خفيفه، بيديهم الاعلام. يعني الحقيقه في زي مظاهره حب كده لمصر، بنبعت رساله لمصر نقول ان المصريين في الخارج وخاصه في لندن مشاركين معاكم بقلوبنا وبكل جوارحنا، وبنقول تحيا مصر. نعم، هذا النموذج الواضح للوطنيه من ابناء المصريين في لندن، إلى أي مدى ساهم بشكل أو بآخر في خروج صورة مشرفة بأن المصريين في لندن هم في خلف القيادة السياسية وخلف الدولة المصرية، وهناك التفاف شعبي حول يعني مصر الجديدة وحول الجمهورية الجديدة، وخصوصا في لندن التي كانت في يوم من الأيام تهاجم وتتحدث بشكل أو بآخر عن مصر؟ هو طبعا احنا لو بعدنا عن السياسه، ولان السياسه دايما فيها ديلز، يعني احنا احيانا لما نديش الناس اللي هم عايزينه فبيهاجمونا واحنا عارفين كده، انما لو جيت حضرتك للجماهير والوجود المصري، هم ضربوا اكبر مثل لحب الوطن والتضحيه ان هم يجوا المسافات دي. كمان اما بنشوف احنا بنتعامل مع الاعداء الوطن اللي هم بينشروا شائعات وبنعمل حاجات مضاده، يعني ما قالوا النتيجه محسومه ما فيش داعي تتعب نفسك، فاحنا واجهنا ده ان احنا بنثبت للعالم ان احنا عندنا وعي سياسي
بعدد المشاركه مش عشان مين ينجح. فاحنا نحب ان احنا نطلع بنتيجه مشرفه، وبنعمل على هذا جاهدين بالاتصال بالناس. النهارده عملنا فيديوهات برضو نداء للناس ان هم يجوا اخر يوم للانتخاب، اخر فرصه، لان انا برضو ملاحظ ان في ناس مشغوله، فلازم نفضل وراهم ونحسهم على الحضور، وان شاء الله يستجيب. إذن يعني ما هو دور بيت العائله المصريه في متابعه حشد المصريين وحرصهم على التصويت في اليوم الثالث والاخير للانتخابات؟ زي ما بقول لحضرتك، الصبح عملنا مجموعه فيديوهات من امام السفاره، احنا مستنيينكم وعندنا لكم مفاجات، وعايزين نشوف كل الناس اللي احنا طبعا عارفين بعض. فقلت لهم انا لسه ما شفتش جميع الوجوه اللي اعرفها، واحب اشوفكم كلكم النهارده. فدايما بالتوعيه والفيديوهات والاتصالات الشخصيه، يعني احنا لا نكل عن عمل اي حاجه تحس الناس على المشاركه في العمليه السياسيه وحقهم الدستوري في الانتخاب. الناس مشغوله، الدنيا برد، بس الحمد لله بيتحركوا وبيجوا، وبنشوف يعني زي ما بقول لحضرتك ناس اجمل حاجه جايبين اولادهم الاطفال، وده طبعا توعيه للشباب الصغير وحبهم نعم. للبلد، وكلهم والانتماء لمصر، علم مصر على حدودهم، وماسكين الاعلام وبيقفوا يغنوا. حتى في البلد القارس لما بينتخبوا ما بيمشوش، بيقفوا يشتركوا مع بعض ويتحدثوا ويغنوا اغاني وطنيه، يعني بيبقى زي مهرجان كمان قدام السفاره. نعم. الحمد لله انا سعيد جدا باللي انا بشوفه من اقبال المصريين على الانتخابات، ونتمنى ان احنا الانتخابات الجايه يكون وسائل اكثر للانتخاب، حتى ان احنا نظهر مثلا 200 الف انتخبوا 250، لان احنا عددنا حوالي 400 الف في بريطانيا. النتيجه اللي بتطلع ما بتدلش على العدد، انما ده للصعوبات اللي بيواجهها المصريين في بريطانيا في نعم. استخدام حقهم الدستوري. نعم، هل هذا المشهد الانتخابي في لندن انعكس في وسائل الاعلام البريطانيه وايضا لدى المنظمات الحقوقيه في لندن وايضا دوائر الراي العام؟ انا اسف جدا، قولي تاني، لان كان في عربيه. نعم، هل انعكس هذا المشهد الانتخابي بوجود الكثير من الاسر المصريه باولادهم والحرص على التواجد رغم الظروف الجويه وايضا نتيجه بعد المسافه عن مقر الانتخابيه، هل انعكس ذلك في وسائل الاعلام البريطانية في لندن وأيضا في دوائر الرأي العام المحلي، وأيضا ماذا عن المنظمات الحقوقية؟ هل تحدثت عن هذا المشهد الانتخابي وهذا العرس الذي يليق بمصر؟ لا، هو الحقيقة علشان نكون واقعيين، الانتخابات الرئاسية هي موضوع حديث المصريين في بريطانيا، إنما ما الإعلام الأجنبي في بريطانيا أو منظمات الحقوقية اللي احنا كنا يعني بنعمل حساب ان هم يجوا يعملوا مظاهرات مضادة قدام السفارة، لم يحدث هذا أبدا، واحنا كنا جاهزين لو حصل أي حاجة من هذا القبيل، إنما هي موضوع مصري بحت، والحمد لله ماشي بطريقة جميلة وبأمان وسلام. ويعني الموقف انا سعيد اللي بشوفه، ونتمنى ان هو يكون احسن وافضل. نعم. انما الاعلام البريطاني مثلا تلفزيونات ما غطتش، الجرايد ما غطتش، لان ده موضوع مصري بحت. يعني حتى ما بيحصل انتخابات مثلا ايطاليه او فرنسيه، يعني يمكن نشره الاخبار تجيب ان في انتخابات، انما ما بيبقاش فيه اهتمام ان هو بالشكل. طبعا الانتخابات البريطانيه بتفرق، التلفزيون بيبقى 24/7 شغال عليها، انما بالنسبه للبلاد الثانيه ما بيبقاش فيه الاهتمام ده. نعم، لأول مرة نشهد يعني تطور آليات المتابعة لدى الهيئة الوطنية للانتخابات عبر آليات كثيرة تقنية لمتابعة سير العمليات الانتخابية في الخارج في جميع المقرات الانتخابية. كيف ترصد هذا التنسيق وهذا التعاون من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات لحظة بلحظة مع جميع المقار الانتخابية في جميع بلدان العالم؟ هو طبعا في عدة مؤسسات أو جهات بتتابع الانتخابات معانا، منهم حملة وطن، حملة مواطن
لتأييد الوطن، من ضمنهم حملة سيادة الرئيس نفسها المستشار محمود فوزي، ومن ضمنهم الهيئة العامة أو الوطنية، واحنا الوطنية للانتخابات، واحنا بنسعد ان هم بيتابعوا خاصة الهيئة الوطنية للانتخابات عشان برضو يعرفوا ايه المشاكل اللي مواجهانا ويعملوا عليها. لان طبعا بقول لحضرتك احنا اغلب شبابنا في بريطانيا شغلهم حياتهم كلها الكترونيه، بيقبضوا الكتروني، بيشتروا الكتروني، بيسافروا الكتروني، فلما يجوا للعمليه الانتخابيه ويسالونا ليه ما فيش انتخابات الكترونيه، احنا يعني بنقول لهم ان شاء الله هيكون في، ان شاء الله، خاصه الهيئه العليا للانتخابات في كل انتخابات بتقول بندرس وان شاء الله هنحقق حاجات، انما بتعدي الانتخابات وتيجي الانتخابات اللي بعدها على نفس الوضع، ان الانتخاب فقط للحضور الى السفاره. احنا سعداء ان هم متابعين ونرجو ان رسالتنا توصل اليهم حتى احنا نظهر بمظهر افضل من المظهر اللي بيطلع عاده بعد الانتخابات. احنا طبعا بنتكلم بواقع، ما بنحبش ان احنا نقول حاجات يعني لمجرد الظهور بصوره مش هي، انما احنا هنا المواطنين اللي بنشوفهم وحبهم للوطن والمعاناه اللي بيعانوها علشان يجوا ينتخبوا. احنا يعني بنقول كل صوت مصري في بريطانيا بألف صوت، والله اللي هم بيعملوه ده عشان يجوا ينتخبوا صوت كل واحد فيهم سواء كان راجل مسن او ست او شاب بمليون صوت. نعم، يعني لأي مدى يعني يتوفر لدى الناخب في لندن التوعية بطريقة الإدلاء بالأصوات، طريقة وضوابط الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين عند دخول المقر الانتخابية بالسفارات؟ هو احنا هنا بنتمتع بحرية ان احنا ما احناش جهات رسمية، احنا حبنا للوطن واقتناعنا الكامل بان الرئيس السيسي هو رجل المرحله، هو رجل دوله، هو راجل عارف مصلحه البلد يعمل عليها، هو اللي عنده الخبره، هو اللي عنده المعلومات، هو اللي بيملك اوراق كل حاجه لامن وسلامه مصر في الوقت الحالي، خاصه في الخطورات اللي بتحيط بالمنطقه او بمصر نفسها او بالعالم. احنا بنعيش دلوقتي مرحله يعني ربنا يستر على وطننا الحبيب، هو مستهدف، ما فيش مشكله في كده يعني عارفين، فاحنا لازم نعرف كده ونعمل على ان احنا نقف جنب بلدنا ونساند بلدنا حتى ان بلدنا تستمر في اللي هي ماشيه خطه البناء والتنميه والتعمير والحرص على امن وسلامه الحدود بتاعتنا. احنا يعني نتحسد ان احنا بنتعامل مع ملفات كتيره جدا، اي ملف فيهم كافي ان هو يربك بلد. ربنا يكون في عون القياده السياسيه، ربنا صبر رئيسنا على اللي هو بيتعامل معاه، واحنا طبعا ما بنقولش مجرد كلام، احنا بنقول كلام من احساسنا من واقعنا. الناس بتتكلم في مصر عن الاسعار، انا بقول لهم رساله من هنا، احنا الاسعار عندنا بقت نار، الشعب مش قادر في بريطانيا على تحمل اعباء الحياه، الاسعار، اسعار الكهرباء، اسعار الجاز، اسعار اللحوم، اسعار المنتجات، اسعار المواصلات، اسعار البنزين، فاحنا عندنا مشاكل رهيبه مش عندنا بس في بريطانيا، في اوروبا. فانا بنقل في العالم اجمع يعني نتيجه طبعا المشكله دي عالميه وبيعاني منها كل بلاد العالم. والناس فاكره ان احنا المرتبات هنا يعني بتكفي الحاجه، لا، المصريين في بريطانيا بيعانوا من الحياه، يمكن ناس بتدي الناس في مصر فكره غلط عن حياتنا، انما هنا الناس المصريين بيعانوا معاناه شديده ان هم يواجهوا اعباء الحياه. نعم، فكره يعني ان الصوت امانه وضروره الوجود في هذا العرس الانتخابي وضروره اختيار المرشح الاصلح لهذه الفتره. في خلال الاستعدادات قبل هذه الانتخابات وقبل الصمت الانتخابي، هل قدموا المرشحين او المرشحون الاربعه، هل قدموا مؤتمرات حاشده وبرامج انتخابيه بالهدف الذين يرغبون في تنفيذه عند تولي مسؤوليه الجمهوريه الجديده؟ يمكن عملوا كده في مصر او في بلاد تانية، انما في بريطانيا احنا ما شفناش غير حملة سيادة الرئيس اللي هي بتتواصل معنا الكترونيا،
انما المرشحين التانيين ما شفنا لهمش اي نشاط في بريطانيا. الناس حتى يعني ما تعرفش مين، غير ان هم مثلا يعرفوا رئيس حزب الوفد مترشح، انما حتى ما يعرفوش اسمه. فهنا المعلومات عند الناس ما هياش كافيه، او المرشحين نفسهم ما قاموش بالدور اللي هم المفروض يقوموا بيه، يمكن عملوه في مصر. انا كنت بشوف احيانا في اعلام عاملين مؤتمرات في بلاد المرشحين الثانيين، انما ده لم ينتقل عالميا. طبعا يمكن الخبره، يمكن ان هم بيكتفوا بالعمل الحاجات دي في مصر، انما احنا هنا ما شفناش الا حمله الرئيس الالكترونيه بتتواصل معانا. حضرتك قلت الصوت امانه، وانا بضيف لده وبقول لحضرتك ان الصوت امانه ومسؤوليه. كل انسان مصري سواء داخل مصر او خارج مصر مسؤول ان هو يحدد مصير بلده، ان هو يحدد مين اللي قادر على ان هو يحكم مصر في هذا الوقت في هذه المرحله، يبص عالميا ويبص محليا واقليميا ويقرر مين الشخص القادر اللي عنده القدره على ان هو يعدي في مصر البر الامان. واحنا طبعا كلنا شايفين، انا بسال الناس اللي جايين ايه اللي جايبك تنتخب؟ يقول لي عشان احب الرئيس السيسي يفضل مكانه ويعدينا البر الامان، يكمل المشوار. بسمع عبارات يعني كلها واحده من كل الناس. الاتفاق موجود، ان كل الناس متفقه على نفس الحاجه، يعني الحمد لله احنا سعداء بهذا، ونامل ان في النهايه ان شاء الله اللي يهمنا هو مصر، اللي يهمنا هو امن وامان مصر، اللي يهمنا هو شعب مصر. الرساله توصل يا مصريين، طول عمركم واقفين جنب بلدكم، الازمات اللي عدت بيها كملوا المشوار، وقفوا جنب بلدكم، وقفوا جنب رئيسكم، وايد واحده وتساعدوا بعض. يعني ده اللي احنا عايزين نشوفه من المصريين داخل او خارج مصر. فالحمد لله المصريين خارج مصر بيجتهدوا جدا ان هم يقوموا بهذا العمل، رغم بقول لحضرتك كل الصعوبات اللي بتواجههم. يمكن استاذ مصطفى حضرتك لمست فيا يعني ان عقيده او المكونات الشخصيه للشخصيه المصريه هي فريده بطبيعها، ولديها الحنين دايما للوطن الام، غير بالطبع العديد من الجنسيات الاخرى، لانها بمجرد الهجره او الخروج من الوطن ربما يعني لا يكون هناك نوع من انواع العلاقه حتى بالاسر لديها. كيف تقرأ مكونات الشخصية المصرية لديك من واقع ما شهدته خلال الثلاثة أيام؟ حضرتك ذكرتي نقطة مهمة جدا جدا بتتميز بها الشخصية المصرية عن أي جنسيات تانية. فتلاقي الفرنساوي ولا الإيطالي ولا الأمريكاني بينتقل يعيش في بلد تانية، مفيش أي اهتمام، مفيش أي حنين، هو عايش وخلاص. المصري لما بيسافر بره اكنك نزعتي حاجه من جواه، فبيحتفظ بيها. تلاقي كل المصريين بره مصر يمكن بيبقوا يعني بيحبوا بلدهم بطريقه غريبه، بطريقه عجيبه يعني. فده في الدم، دي تربيه، ده شعور او احساس بالمسؤوليه. يعني انا مثلا لما باجي مصر حريص جدا 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 على ان اشوف اصدقاء الحي، اشوف اصدقاء الجامعه، اشوف اصدقاء النادي. فدي حاجه مش موجوده عند اي جنسيه ثانيه. هو يعني بيعتبر ده عبء عليه، لما بقول انت بتشوف اصحابك، لا ما عنديش وقت، انت بتزور زمايلك في الجامعه، زمايلي في الجامعه مين؟ كل واحد راح في حته. فاحنا عندنا نقط الحمد لله بنتميز بيها، أو مميزات بتتميز بيها ما هياش موجودة في أي شعب تاني في العالم. وده مش عندي أنا شخصيا بس، ده عند كل المصريين بشوفه هنا. الناس حنينهم وحبهم لجيرانهم، لأهلهم، لوطنهم، ليس له مثيل، ليس له مثيل فعلا. يعني مساعدتهم لأهلهم، مساعدتهم لجيرانهم، يعني الشعب المصري ده مميزاته عظيمة عظيمة عظيمة. هي فعلا وطن وأهله متحدين، وأهله متربيين على مبادئ معينة وعلى ثقافة معينة. عشان كده ما أي واحد مصري بيرتكب أي خطأ يقول دي مش مبادئنا، دي مش أنت كده مش مصري. فلما أقول له أنت كده مش مصري، ده بيعني أن المصري ده شخصية تانية فريدة. الحمد لله المصريين بخير،
وربنا دايما يجعلهم بخير ويخليهم ايد واحده جنب وطنهم وجنب القياده السياسيه وجنب الرئيس عبد الفتاح السيسي. دايما يا رب. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ مصطفى رجب مدير بيت العائله المصريه بلندن.